في البداية خلوني أرحب بقى بالسيد محمد شلباي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال أفريقيا، السيد إيرث كلوسر الأمين العام لمؤسسة يويفا للأطفال، فريق كومن جول اللي موجود معانا واللي بيمثله مستر نوا، الكابتن أحمد حسام ميدو سفير المبادرة، وطبعا نجوم الكرة المصرية ونجوم الكرة العالمية كمان اللي منورينا ومشرفينا النهاردة، الكابتن محمد زيدان، الكابتن محمد ناجي جدو، الكابتن سيد معوض، والإعلامية الزميلة شيمة صابر. أشكر الجميع على المبادرة دي، كل الناس اللي اشتغلت معانا عليها إن يطلع نتيجة أرض زيدي وملعب زي ده، فأشكر اليويفا، أشكر كومن جول أسباير الجمعية هنا. في حاجتين إحنا بنقول تشيبسي ريبلاي غير اللعبة. فالتغيير بتاع اللعبة حاجة مهمة جدا. الرياضة مش بس إن إحنا نلعب، لأ الرياضة بتعلمنا حاجات كتير قوي. بتعلمنا إن إحنا نربي أجيال بتفهم يعني إيه قيادة، بيفهم يعني إيه شغل جماعي. النهاردة الرياضة بقت للجنسين، الولد بيلعب البنت بتلعب، وده اللي إحنا عاوزينه نطلعه من الملعب ده. مهم جدا ان احنا الجمعية واسباير هيعملوا لنا برامج حلوة جدا للملعب، والملعب هيفضل مفتوح على طول. كابتن احمد حسين ينفع كل الكلام ده قانوني في عالم الكورة ما دام ركز الجزائر اتفرجت بالشكل ده. الحاجة الثانية المميزة بقى في الملعب ده ان الملعب ده معمول من اكياس شيبسي. هتقولوا لي ازاي يا جماعة معمول من اكياس شيبسي؟ هو اكياس شيبسي ممكن احنا النهارده بناخد اكياس الشيبسي بنغسلها وبنحولها لحبيبات. يعني انت لو باصص على الارض تحت النجيله دي في حبيبات اللي بتخليه الارض طريه، دي معموله من اكياس شيبسي. حد يقول لي من الناس الحلوه اللي قاعده دي كم كيس شيبسي اتعمل بيه الملعب ده؟ كم؟ كم مليون؟ 10 مليون؟ ايه مين؟ 5 مليون. 3 مليون. قوية دي، 3 مليون كيس شيبس. الله أكبر. أنا بقول إنه الملعب دوت واحد من الملاعب العالمية، وإنه المنطقة دي تستحق إن يكون فيها ملعب بالمواصفات دي. واحنا بنتمنى ان الملعب دوت يسعد اطفال كتير ويخلي ناس كتير تبقى مبسوطه في المنطقه دي. واحنا ان شاء الله نبقى موجودين معاكم مره ثانيه، واستمتعوا بالمره دي، وبنشكر في الاخر بيبسي وكل الشركاء التانيين. سعيد جدا بالفكره ان انت تسخر ملعب لخدمه اهالي المنطقه، محتاجين فعلا ملعب، محتاجين حاجه تشدهم مع بعض، محتاجين حاجه تقربهم من بعض، محتاجين مكان يخليهم يتكلموا مع حد ويعبروا عن نفسهم. ومفيش احسن من الكوره علشان الشباب والبنات يقدروا ان هم يعبروا عن نفسهم. بشكر مؤسسه الويفا للاطفال، وبشكر شركه بيبسيكو وكومن جول على الحدث العظيم ده. هي لحظة مهمة جدا 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 بتؤكد على أهداف مبادرة تشيبسي وجيم. بعض الإحماءات كده الكابتن ميدو بيقوم بيها مع الكابتن سيد معوض نجم منتخب مصر ونجم النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي، واللي كان ليه رحلة احترافية في تركيا.
كابتن محمد نادي جده نجم نادي الاتحاد السكندري كريم شيخ شيخ صابر بنسدد الكوره